إيش التصرف الطبيعي من أي إنسان ماشي ويشوف مريض على الأرض في حالة إغماء؟ إيش الأشياء اللي لازم يقوم بها كإنسان غير متخصص؟ فهذه حاجة مهمة. الخطوات المهمة اتباعها في هذه الحالة هي أولاً أن يقترب من المريض ويشوف هل هو بالفعل في حالة إغماء أو لا. الحاجة الثانية اللي هي أهم أن يشوف هل في آثار للدماء أو نزيف أو أي شيء جنب المريض، أو في آلات حادة ممكن حوالين المريض، بحيث أنه هو لما يقترب منه يكون في أمان. فالأمان حوالين المريض مهم جدا في الأول. الحاجة الثانية يجي للمريض يكلمه يقول له ألو ألو، إذا المريض ما يرد معناه أن المريض في حالة إغماء. بعد يتأكد أن يكون وضع المريض طبيعي على ظهره ملقى وراسه اللي فوق، وبعدين يحاول أن يراقب التنفس، هل التنفس خلال 5 ثواني يشوف هل صدر المريض يطلع لفوق وينزل والمريض يتنفس أو لا. إذا المريض ما يتنفس معناه أنه عنده مشكلة في الجهاز التنفسي. بعدين يقيس النبض في الرقبة ويحاول يشوف هل في دورة دموية موجودة في جسم المريض ولا لا. خلال 5 إلى 10 ثواني لازم يكون الإنسان العادي قادر يحدد هذا المريض يرد على الصوت أو ما يرد، يتنفس ولا لا، وياخذ الدورة الدموية موجودة ولا لا. لو للأسف المريض ما يرد وما يتنفس وما في دورة دموية، يبقى لابد إنه يعمل حاجتين. الإنسان العادي يقدر يحاول يطلب رقم اللي هو 999 للإميرجنسي، يطلب الإميرجنسي. والحاجة الثانية إنه يحاول إنه يبدأ اللي هي التدليك للقلب على أمل إنه هو ينقذ حياة المريض. إيش يعمل؟ إنه هو في الأول يخلي الرقبة لفوق والرأس بسموه منحني بهذا الشكل، بعدين يحط يد اليمين ويد اليسار فوقها ويضغط بمعدل 100 مرة بالدقيقة الواحدة، بحيث إنه يعمل مساج للقلب في خلال هذه الفترة. هذا المساج للقلب بيخلي الدورة الدموية تمشي في الجسم وكأنه في وضع طبيعي. لازم تكون الضغطة قوية بحيث انه ينزل 1.5 إنش لتحت، يعني مو انه بس كذا تكون بسيطة. الحاجة الثانية انه لازم يرفع يده علشان يصير في نوع من ردة الفعل الطبيعية والدورة تكتمل. بعدين كل 30 مرة من هذا التدليك يجي ويحط منديل غالبا ويسكر الخشم وينفخ مرتين. طبعا الاكسجين اللي بيطلع من حلقه بيكون فيه كمية اكسجين مفيدة للمريض وبتساعده على انه يرجع لوضعه الطبيعي. خلال 2 دقيقة ممكن المريض بإذن الله يرجع لوضعه الطبيعي. لو ما رجع لوضعه الطبيعي بنكمل الدورة هذه نفسها، أو إذا كان في ناس مساعدين يجوا بيساعدوني على إني أعمل هذا الشيء نفسه. المريض ممكن حالته تتحسن ويرجع لوضعه الطبيعي، وبالتالي بنكون أنقذنا حياة المريض.